بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر، فإن الفرقة الناجيتين من السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تنقيض، ومن غير تكييف من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تنقيض، بل هو وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التنقيض المشبهة، وفي باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله تعالى بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الجمال والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، بعدما ذكر جملة من الآيات القرآنية التي تثبت أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به، بيّن موقف أهل السنة والجماعة من هذه الأحاديث وأمثالها. أهل السنة والجماعة، هذا اسم اختص به هؤلاء. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسموا أهل السنة لملازمتهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بها، فسموا أهلها أهل السنة، بمعنى أنهم ملتزمون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من المبتدعة الذين لا يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم ومذاهبهم ومشاربهم. فهؤلاء ليسوا أهل سنة، وإنما هم أهل بدعة. إنما أهل السنة هم المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من انتسب إلى الإسلام ولكنه لا يأخذ من الأدلة إلا ما يوافق هواه ومذهبه وطائفته التي ينتسب إليها، فهؤلاء يسمون أهل البدعة، فرقا بينهم وبين أهل السنة. ومن ذلك جملة أهل الضلال، الفرق الضالة كلهم أهل بدعة مخالفون لأهل السنة، فهم مع هذه النصوص إذا خالفت مذاهبهم وأقوالهم إن قدروا على ردها والتكذيب بها كذبوا، فقالوا هذه أحاديث آحاد لا تبنى عليها العقائد. لذلك ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أخبار آحاد، فخبر الآحاد عندهم ليس له قبول إلا في الفقه فقط، أما العقائد هم لا يحتجون به، وعندهم لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن كما يقولون. هذه طريقة علماء الكلام باختلاف طوائفهم من جهمية معتزلة وأشاعرة مارتوريدية إلى آخر القائمة، يرفضون الأحاديث الصحيحة الواردة في أسماء الله وصفاته بحجة أنها أخبار آحاد كما يقولون. أما أهل السنة فيقولون كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج في العقائد وفي غيره، سواء كان متواتراً أو آحاداً، المدار على الصحة. أما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الثقات الأثبات إنه حجة في الدين، لا يقدمون عليه شيئاً. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا ثبت الحديث عندهم، يعني عند المبتدعة، ولم يجدوا حيلة في رده، فإنهم يلجأون إلى التأويل وصرفه عن ظاهره. فلذلك الآيات القرآنية
لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد، الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد، أخبار آحاد، لأن القرآن كله متواتر. فلذلك لجأوا إلى تأويل آيات الأسماء والصفات في القرآن، فسروها بغير تفسيرها، وحرفوا كلام الله، وأولوا إلى ما يتطابق مع أهوائهم، والعياذ بالله. هذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة فلا فرق عندهم بين الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرآنية أو أحاديث نبوية، متواترة أو آحاد، لا فرق عندهم، يستدلون بها ويؤمنون بها ويتمسكون بها ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل. ولذلك سموا أهل السنة فرقا بينهم وبين أهل البدعة، وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق، عقيدتهم واحدة لم يختلفوا فيها، هي الإيمان بأسماء الله صفاته، والإيمان بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا من أولهم إلى آخرهم على جادة واحدة، عقيدتهم واحدة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة وكل من جاء بعدهم من أهل العلم الذين يسيرون على نهجهم، عقيدتهم واحدة، لم يحصل بينهم ولله الحمد خلاف. فلذلك سموا الجماعة أهل السنة والجماعة، يعني وأهل الجماعة لاجتماعهم على الحق، بخلاف المبتدعة فإنهم والعياذ بالله لا يجتمعون، بل هم فرق مختلفة، طرائق قددة، كل فرقة تضلل الأخرى أو تكفره، ولا تحصى فرق أهل الضلال، بينما أهل السنة والجماعة فرقة واحدة وطائفة واحدة وجماعة واحدة يجمعهم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح. ولذلك سموا أهل الجماعة، هذه ميزتهم، لهم ميزتان، الميزة الأولى أنهم أهل سنة تمسكون بها، الميزة الثانية أنهم أهل جماعة، والميزة الثانية مبنية على الميزة الأولى، لما تمسكوا بالسنة أثمر ذلك لهم الاجتماع والاتفاق. يشير إلى هذا قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن اعتصم بحبل الله فإنه لا يتفرق. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالذين تمسكوا بالبينات من كتاب الله وسنة رسوله لم يختلفوا ولم يتفرقوا ولم يتعادوا ولله الحمد، بل هم جماعة واحدة من أولهم إلى آخرهم، بينهم المحبة والألفة والترحم بعضهم على بعض والاقتداء بعضهم ببعض، هكذا كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة أهل السنة والجماعة، وهذا موقفهم من النصوص، يحترمونها ويعظمونها ويثبتون ما تدل عليه ويعتقدونه، ولا يردون شيئا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه طريقته. فلذلك صار أهل السنة والجماعة وسطا بين الفرق المنحرفة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. الله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. والوسط ما بين الطرفين، ما بين الطرفين، طرف الإفراط وطرف التفريط، فهم معتدلون متوسطون، ليس عندهم إفراط وهو الغلو تنطع، وليس عندهم تفريط وهو التساهل والانحلال التفسخ، وإنما هم وسط بين أصحاب الغلو وأصحاب التساهل، وسط بين الغالي والجافي. وكذلك الوسط يراد به العدل الخيار، الوسط العدل الخيار،
فالله جعل هذه الأمة وسطا، يعني عدلا خيارا، ليستشهدها على الأمم يوم القيامة. يوم القيامة يقول الله للرسل، يسأل الله الرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول للأمم: هل بلغوكم؟ هل الرسل بلغوكم؟ فينكرون. تنكر الأمم الكافرة، تنكر أن رسلها بلغتها، فتشهد هذه الأمة للرسل أنهم بلغوا الأمم. تشهد هذه الأمة للرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا أممهم وأقاموا عليهم الحجة. وكيف عرفوا ذلك؟ عرفوا ذلك من كتاب الله الذي أنزله عليهم مفصلا، عرفوا ذلك من كتاب الله الذي ضمنه الله أخبار ما كان وما يكون، فوجدوا في كتاب الله أن الرسل بلغوا أممهم، وأن أممهم أنكروا وكفروا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لأن الشاهد يجب أن يكون عدلا، يجب أن يكون الشاهد عدلا. فالله جل وعلا جعل هذه الأمة عدولا خيارا من أجل أن يستشهدهم يوم القيامة على الأمم، وذلك لخيرية هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله. فهذه الأمة وسط، بمعنى أنها عدل خيار، وبمعنى أنها متوسطة بين أهل الجفاء وأهل الغلو، فهي وسط بين الأمم، بين أمة الجفاء وهي اليهود التي جفت في حق الأنبياء وقتلت بعضهم وكذبت بعضهم، وبين أهل الغلو وهم النصارى الذين غلوا في المسيح حتى قالوا إنه ابن الله وثالث ثلاث، وغلوا في الأحبار والرهبان حتى أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، تحريم ما أحل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هؤلاء هم النصارى والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فاليهود جفوا في حق الأنبياء والرسل، فكذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم وطعنوا في عيسى عليه السلام وقالوا إنه ولد بغي. قال الله تعالى: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا خطاب لليهود، فهم جفوا في حق الأنبياء بينما غلا النصارى في حق عيسى ورفعوه فوق منزلته، بل غلوا في حق الأحبار والرهبان فجعلوهم يحللون ويحرمون ويطيعونهم في ذلك. هذه الأمة وسط، آمنت بجميع الرسل ولم تجف جفاء اليهود، بل آمنت بجميع الرسل ولم تغلو غلو النصارى، فتدعي أن المسيح ابن الله أو أن الأحبار والرهبان لهم حق تشريع والتبديل والتغيير، بل توسطوا في ذلك فآمنوا بجميع الرسل وقالوا في عيسى عليه السلام إنه عبد الله ورسوله. عبد الله رد على النصارى، ورسوله رد على اليهود. عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم ردا على اليهود الذين قالوا إنه ابن بغي، وذلك أن الله خلق المسيح عليه السلام بنفخة أرسل بها جبريل عليه السلام، نفخها في مريم وقال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو وجد بكلمة الله قوله كن، وبالنفخة التي نفخها الملك في مريم الطاهرة البتول، فكان المسيح عليه الصلاة والسلام. والله قادر على كل شيء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه الأمة وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود في حق الأنبياء. كذلك النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، تنقص الله عز وجل، شبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا عيسى بالله جل وعلا ونسبوه أنه ابنه، واليهود بالعكس شبهوا الخالق بالمخلوق
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله خلق الخلق وتعب يوم السبت واستراح يوم السبت، وصفوا الله بالتعب والعجز، رد الله تعالى عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. هذا رد على اليهود الذين قالوا إن الله تعب من الخلق استراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون، وقالوا يد الله مغلولة، إلى غير ذلك من مقالاتهم الشنيعة التي قالوها في حق الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة آمنت بالله سبحانه وتعالى واعتقدت أن الله جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. آمنوا بهذا، كانوا وسطا بين اليهود والنصارى. كذلك في الحلال والحرام، اليهود تشددوا في الحلال والحرام، حرمت عليهم أشياء طيبات بسبب تشددهم، بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لما تشددوا عاقبهم الله فحرم عليهم أشياء طيبات للتضييق عليهم وعقوبة ونكاية بهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالله شدد عليهم وحرم عليهم أشياء هي حلال عقوبة لهم، شددوا فشدد الله عليهم. أما النصارى فهم على النقيض، حللوا وحرموا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، استحلوا الخنزير هو أخبث المخلوقات، واستحلوا النجاسات والقاذورات، صاروا يتعبدون بالنجاسات والقاذورات، والفاضل عندهم من يتلبس بالنجاسات والقاذورات ويعتبرون هذا عباد لله عز وجل. فهم على النقيض من اليهود، أن اليهود تشددوا في الحلال والحرام، النصارى تساهلوا في الحلال والحرام حتى استباحوا محرمات، استباحوا الخنزير، استباحوا النجاسات، استباحوا الخمر، استباحوا أشياء كثيرة مما حرم الله عليه. هذه الأمة ولله الحمد وسط في باب الحلال والحرام، ليس عندها تشدد اليهود وليس عندها تساهل النصارى، بل هي تأخذ ما أحل الله لها وتتجنب ما حرم الله عليها، فهم يتبعون الدليل من الكتاب والسنة، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. هذا ما عليه المسلمون، فهم وسط بين اليهود والنصارى، هذه وسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام، كما أن الأمة وسط بين الأمم الكافرة، فهم وسط في أبواب من قيدة يذكرها الشيخ هنا. نعم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. هم وسط في أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، افترقت الفرق فيها بين متوسط وبين منحرف. فالجهمية ومن قال بقولهم نحوا منح التعطيل، قالوا إن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، وهذه الأسماء والصفات فيها مشابهة للمخلوقين، فنفوا عن الله أسماءه وصفاته بهذه الحجة، عطلوا. والتعطيل معناه إخلاء الشيء، التعطيل معناه إخلاء الشيء، فإخلاء
المرأة من الحلي يسمى تعطيلا، ويقال امرأة عاطل بمعنى أنها ليس عليها حلي. بئر معطلة يعني متروكة مهجورة، معطلة يعني متروكة مهجورة. فالتعطيل معناه الإخلاء والنفي. الجهمية أخلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته ونفوها عنه بحجة التنزيه ونفي المشابهة، وهذا غلو في التنزيه، غلو في التنزيه أدى بهم إلى التعطيل والعياذ بالله. المشبهة على النقيض غلوا في الإثبات، أثبتوا الأسماء لله عز وجل لكنهم شبهوه بخلقه، شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق وقالوا لا فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هؤلاء هم المشبهة والممثلة. أهل السنة والجماعة توسطوا بين التعطيل والتشبيه، فأثبتوا لله الأسماء والصفات على وجه يليق بجلاله من غير تشبيه. نزه الله من غير تعطيل، نزه الله من غير تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات من غير تشبيه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. فأثبتوا لله أسماء وصفات تليق به ولا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، فهم وسط بين غلو هؤلاء في التنزيه وغلو هؤلاء في الإثبات، إثباتا بلا تعطيل بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. كلا الطرفين غلا، المعطلة غلوا في التنزيه والممثلة غلوا في الإثبات. أهل السنة وسط، وسط بين الفريقين، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه خلافا للمعطلة، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين خلافا للممثلة والمشبهة. هذا وسطيتهم في أسماء الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية. ثانيا، أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. الله جل وعلا خالق كل شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له أفعال سبحانه وتعالى يفعلها في خلقه. كل شيء فهو خلق الله جل وعلا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا يخرج شيء عن أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. والعباد لهم أفعال، العباد لهم أفعال أيضا، ولهم مشيئة واختيار ولهم إرادة، فهم يفعلون أفعالهم باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، والله يثيبهم على الطيب من أفعالهم ويعاقبهم على السيء من أفعالهم. الجبرية غلوا في إثبات أفعال الله عز وجل ونفوا أفعال الخلق وقالوا ما فيه إلا أفعال الله، ما فيه إلا أفعال الله، الخلق ليس لهم أفعال وإنما هم مجبورون على ما يصدر منهم، كالريشة التي تحركها الرياح وكالميت بين يدي الغاسل يقلبه بدون إرادة منه، فهم مجبورون على أفعالهم، هذه أفعال غيرهم، هم إنما هم مجرد أداة تحرك. هذا قول الجبرية، غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال الخلق وقالوا إن الخلق ليس لهم أفعال، فإنما هم مجبورون على ما يصدر منهم محركون فقط. هذا مذهب الجبرية، ويتزعمهم الجهم بن صفوان قبحه الله. القدرية وهم المعتزلة على النقيض من الجبرية، المعتزلة أثبتوا أفعال العباد وغلوا فيها حتى نفوا أفعال الله، نفوا أفعال الله وقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة، وإنما هم يفعلونها بإرادتهم ومشيئتهم وليس لله تدخل فيها.
فهؤلاء غلوا في أفعال في إثبات أفعال العباد، وهم القدرية، سموا قدرية لأنهم نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه. وأما الجبرية فإنهم على النقيض، غلوا في إثبات أفعال الله ونفوا أفعال الخلق. أما أهل السنة والجماعة إنهم توسطوا وقالوا الله جل وعلا خالق كل شيء، وكل شيء يحصل في هذا الكون فإنه بإرادته ومشيئته وتقديره سبحانه وتعالى. ولكن العباد لهم أفعال أيضا، لهم أفعال واختيار، عقول، تمييز بين الضار والنافع، بين الخير والشر، يتحركون بإرادتهم. فالإنسان هو اللي يصلي باختياره أو يترك الصلاة باختياره، الإنسان هو الذي يجاهد في سبيل الله باختياره أو يترك الجهاد باختياره، يزني أو يسرق أو يشرب باختياره وإرادته وميوله. ولكن الله قدر هذا، قدر هذه الأمور وأعطاه الحرية والقدرة والإرادة يتصرف حسب إرادته ومقدرته. والله جل وعلا حكيم في تقديره، يقدر الخير لأهل الخير ويقدر الشر لأهل الشر، كل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالسبب من عند العبد والقدر من عند الله جل وعلا. فهم توسطوا بين الفريقين، أثبتوا أفعال الله جل وعلا وأثبتوا أفعال العباد، وقالوا لا تناقض بينهما، لا تناقض بين أفعال الله وبين أفعال العباد، كما دلت على ذلك الأدلة. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات المشيئة للمخلوق والاستقامة، وأنه يستقيم باختياره أو ينحرف باختياره. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله. فالله هو الذي أقدره على هذا الشيء وأعطاه هذه الإمكانيات وأعطاه العقل وأعطاه التفكير ويسر له المادة التي يتصرف فيها، لكن هو باختياره وبعقله وإرادته هو يضل أو يهتدي، يكفر أو يسلم، يصلي أو يزني. العبد له قدرة وله اختيار على هذه الأشياء، والله لا يعاقب أحدا ليس له قدرة ولا اختيار. ولذلك المجنون ليس عليه تكليف، الناس لا يؤاخذ لأنه لم يرد هذا الشيء ولم يختره. العاجز تسقط عنه كثير من الواجبات بسبب العجز، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في ترك الجهاد في سبيل الله لأنهم عاجزون، عذرهم الله في ترك الجهاد، عذرهم في ترك الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. فالعاجز لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ، النائم لا يؤاخذ، الناسي لا يؤاخذ، لكن الإنسان الذي يفعل الأشياء باختياره وبإرادته وبفعله ويقدم عليها بإرادته هو يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. أما لو كان مجبورا فكيف يعاقب وكيف يثابه مجبور؟ فما هو صحيح. ولا يقول بهذا عاقل فضلا عن مؤمن. هذا وجه وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال الله وأفعال العباد. فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد، القدرية على النقيض غلوا في إثبات أفعال العباد حتى نفوا أفعال الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا أن لله أفعالا وأن للعباد أفعالا، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصي. وهذا ما تدل عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن الواقع أيضا، الواقع المعقول
فإن مذهب الجبرية لا تقوم عليه حياة أبدا. لو جاء واحد وضرب واحد، أليس المضروب يطلب الانتصار من الضارب؟ أليس يطلب القصاص؟ أليس يقول له لماذا ضربتني؟ لو مشينا على قول الجبرية قلنا هذا ما ضربك، هذا اللي ضربك الله، هذا ما ضربك، هذا مجرد آلة ما بيده شيء. فلماذا إذن تحتج بقضاء الله وقدره على فعل المعاصي، ولا تحتج بقضاء الله وقدره على ما يصيبك من الناس من الظلم؟ كيف تطالب بالقصاص وطالب برد الظلمة عن ظلمهم إذا أساءوا إليك؟ ما تقوم على هذا المذهب حياته والعياذ بالله. كان كل شيء يترك على ما هو عليه، وقال هذه أفعال الله، اللي يقتل واللي يسرق واللي يزني واللي، قال هذه أفعال الله ما هي بأفعال العباد، ونترك الظلمة ونترك أهل الشر يفعلون ما يشاءون، واللي يتركون الطاعات يقول هذا ولا ما الله ما حركهم للطاعة معذورون. هذا مذهب الجبرية، مذهب باطل. كذلك القدرية مذهبهم أيضا باطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذن هذا يلزم عليه العجز في حق الله عز وجل، وأن الناس يتغلبون عليه، الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وصف لله بالعجز تعالى الله عما يقولون. هذه وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. كذلك القدرية مذهبهم أيضا باطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذن هذا يلزم عليه العجز في حق الله عز وجل، وأن الناس يتغلبون عليه، الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وصف لله بالعجز تعالى الله عما يقولون. هذه وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. نعم. أعوذ بالله تعالى بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. ثالثا، أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية. الوعيد المراد به ما ورد في الكتاب والسنة من توعد العصاة، من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذا من نصوص الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا من نصوص الوعيد. بينما هناك نصوص تدل على أن ما دون الشرك من المعاصي أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذب به وإن شاء غفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالناس انقسموا في هذه النصوص إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد، نصوص الوعد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخذوا بنصوص الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم العاصي الزاني والشارب والقاتل مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان ما دام سلم من الشرك والكفر فإنه كامل الإيمان، وهذه المعاصي لا تضر عندهم. هؤلاء يقال لهم المرجئة، قيل لأنهم بنوا مذهبهم على الرجاء، وقيل لأنهم أخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب، بعضهم يقول التصديق بالقلب والنطق باللسان، وبعضهم يقول لا التصديق بالقلب يكفي، وأما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان. إذا ما دام أنهم صدق في قلبه، ما دام أنهم صدق في قلبه فإنه مؤمن كامل الإيمان ولو فعل ما فعل من المعاصي، لا تضر المعاصي مع الإيمان،
هذا مذهب من؟ المرجئة، ويسبونها سبا شديدا، ويتكلمون في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وفي عمرو بن العاص، وفي المغيرة بن شعبة، وفي أبي موسى الأشعري وغيرهم. لم يستثنوا أحدا من المهاجرين والأنصار إلا وحكموا عليهم بالكفر والعياذ بالله. هذا مذهب الرافض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغلوا في علي بن أبي طالب وفي أهل البيت، حتى قالوا إن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، وأن أبا بكر وعمر وعثمان مغتصبون للخلافة ظالمون، وأن علي هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قالوا إن القرآن إنه محرف، وأن كل آية فيها ذكر الكافر والفاسق واللعن فيراد به أبو بكر وعمر ومن شايعه، وقالوا أقوالاً فظيعة والعياذ بالله. فهم بين طرفي نقيض في الصحابة، كفروا أكثرهم وغلوا في أهل البيت، غلوا في أهل البيت حتى زعموا فيهم الإلهية والربوبية، وأنهم يحللون ويحرمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لهم حق النسخ ما يريدون، ينسخون من الشريعة ما أرادوا ويزيدون ما أرادوا. هذا مذهبهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناقض، غلو في بعضهم وإسفاف وتكفير لأكثرهم. أهل السنة والجماعة توسطوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبوا الصحابة كلهم، يحبون الصحابة كلهم ولا يستثنون أحدا منهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. الله جل وعلا يقول: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى: والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصف الله المهاجرين بالصدق، ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف الله الأنصار بالفلاح، وصف المهاجرين بالصدق. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. والأحاديث في فضائل الصحابة كثيرة، فضائلهم عموماً وفضائل أشخاص منهم معروفة في كتب المناقب من دواوين السنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فواجب على كل مسلم أن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا من قلبه، وأن يترضى عنهم، وأن لا يقبل أي كلام فيهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة وخير القرون. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يأتي ويتنقصهم أو يتنقص أحدا منهم إلا زنديق وكافر. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ من صحابة الرسول أنه كافر، نسأل الله العافية. نعم. وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. هذا مذهب الرافضة. الخوارج كما تعلمون كفروا الصحابة، كفروا أصحاب التحكيم، كفروا عليا وكفروا عمرو بن معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، كفروا كثيرا من الصحابة وقالوا إنكم حكمتم الرجال، والله تعالى يقول: لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ونسوا أن الله جل وعلا حكم الرجال في قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ولذلك نظرهم ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية: الرجال يحكمون إذا كانوا علماء، والله جل وعلا جعل القضاة يحكمون بين الناس في شريعة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالخوارج كفروا الصحابة، وبالذات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بينما الرافضة غلوا فيه واعتقدوا أنه هو الخليفة بعد الرسول، بل بعضهم اعتقد أنه هو الله، فهم على طرفي نقيض، بين غلو في علي أو تكفير لعلي. أهل السنة والجماعة توسطوا في علي رضي الله عنه، وعرفوا قدره أنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ حفظه الله: هل بإمكاننا أن نكون مسيئة العبادة دائرة الصغرى في داخل دائرة الكبرى وهي مسيئة الله تعالى؟ لا مانع من ذلك، ومعناها أن مسيئة العباد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العباد داخلة لمشيئة الله. نعم. قال فضيلة الشيخ: لماذا سميت القدرية بهذا الاسم مع أنهم ينفون القدر ولا يثبتونه؟ لأنهم تكلموا في القدر، سموا قدرية لأنهم تكلموا في القدر وبحثوا فيه. نعم. قال فضيلة الشيخ: ما حكم من سب أكثر الصحابة وكفر بعضهم وربما لعنهم فاعتقدوا في أهل البيت انتقاد الباطلة، فما حكم هؤلاء؟ حكم هؤلاء أنهم على ضلال عظيم، وقد يكون يؤول بهم إلى الكفر، لأن الغالب أنه لا يسب أصحاب رسول الله إلا كافر. قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. نعم. فضيلة الشيخ: هل الصوفية من أهل السنة والجماعة؟ لا، الصوفية المنحرفة التي تعبد القبور والأضرحة أو القائلين بوحدة الوجود أو القائلين بالحلول ليسوا من المسلمين، هؤلاء كفار. أما مجرد التصوف الذي معناه الاجتهاد في العبادة ولم يصلوا إلى حد عبادة الموتى ولا الغلو في الأشخاص، ولا عندهم تصوف بمعنى أنهم يجتهدون في العبادة اجتهاداً زائداً عن المشروع، هذا ضلال بلا شك، ضلال وبدعة. التصوف مبدأه بدعة ونهايته كفر، مبدأه بدعة لأنه تعبد بما لم يشرعه الله عز وجل، ونهايته كفر، آل بهم إلى عبادة القبور بسبب الغلو في الأشخاص والأشياء، آل بهم إلى القول بوحدة الوجود، آل بهم إلى الحلول، اعتقاد الحلول، لا غير ذلك من الكفريات. والتصوف أصله دخيل على الإسلام، أصله ليس من الإسلام وإنما هو دخيل، قيل إنه أتى إلى المسلمين
من بلاد فارس أو من الهند، من براهمة الهند، وقيل أنه أصله من النصارى، ولا مانع أنه يكون خليط من النصرانية ومن البوذية والبرهمية من الهند. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يتم التفريق بين الأسماء؟ التفريق واضح، الاسم ما سمى الله تعالى به نفسه، مثل العزيز، الحكيم، العليم، الله، الرحمن، الرحيم، هذه أسماء. أما الرحمة والعزة والعلم والسمع والبصر، هذه صفات، كل اسم يشتق منه صفة. السميع يشتق منه السمع، صفة السمع. بصير يشتق منه صفة البصر. العليم يشتق منه صفة العلم. الرحمن الرحيم يشتق منهما صفة الرحمة، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ، قال نحن نعلم أن ما قدر الله عز وجل كان منا محالا، فما لم الأمر كذلك فقد كتبه في اللوح المحفوظ، فأين حينه اختيار العبد؟ فهو حينه مدعو لأن قدر الله أن قدر الله جل وعلا لا تريد الله أنفسه. الله لم يقل لك اجلس لأني قدرت عليك كذا وكذا، بل أمرك بالعمل، أمرك بالعمل وأعطاك قدرة تستطيع أنك تعمل، وأعطاك عقل تميز بين الضار والنافع. ما قال لك اجلس لأني قدرت عليك، بل قال اعمل، آمن بالله، صل، زك، جاهد في سبيل الله. فكيف تترك الأوامر وتعتمد على القدر؟ هذه طريقة الضلال اللي يعتمدون على القدر ويتركون الأمر. لازم من الجمع بين القدر والأمر، نؤمن بالقدر ونعمل بالأمر. الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالأوامر ونهى عن النواهي وأمرنا بالامتثال وأعطانا القدرة على ذلك. نعم. قال هل صحيح، قال فضيلة الشيخ، هل صحيح أن نقول على الإدارة على الإرادة الكونية بالنسبة لأفعال الحصار؟ تكملة للجواب اللي قبل الجواب، هل يقول أنا أتكل على القدر وأجلس وما دام الله مقدر علي ما لي حيلة؟ نقول إذا تجلس ولا تطلع تأكل وتشرب، يقول هذا أحد. تجلس ولا تزوج وتقول أبي يجين عيال وأنا ما تزوجت، يجيك طعام، يجيك زرع وثمر وأنت ما غرست ولا زرعت، هل يقول هذا عاقل؟ ما هو بالناس يطلعون كل صباحي يطلبون الرزق ورا ما يجلسون يقولون إنسان مقدر الشيء بيجي، ويتركون الأسباب. لو قال هذا ما عدوا الناس مهبوا. الحياة هي الحيوانات والطيور، تطلع تلتمس الرزق، إذا أصبحت تطلع تلتمس الرزق لأنها تعلم أنه ما حصل لها شيء إلا بسبب وتعب وبذل. يعني الطيور أحسن منك أو أنها فطرة فطر الله عليها الخلق؟ فالحاصل أن هذا مغالطة اللي يقول أنا أعتمد على القدر ولا أزين شيء. نعم. فضيلة الشيخ، هل صحيح أن نقوم على الإرادة الكونية بالنسبة لأفعال العصاة أنها إذن لحدوثها؟ إذن قدري، نعم، ما هو بإذن شرعي، إذن قدري، أذن الله بحدوث هذا الشيء قدرا وكونا، لكنه لم يأذن به شرعا ودينا، بل نهى عنه. نعم. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هل الأيام من أيام هذا أي أم من أيام الله جل وعلا؟ واليوم عندهم كألف سنة مما لهم. الله، النبي صلى الله عليه وسلم سماها، بينها يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، تكامل الخلق يوم الجمعة، فهي أيام بأسماء أيامنا، أما مدتها ومقدارها الله أعلم، ما بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، كيف كانت مراقبة ابن عباس رضي الله عنهما للفوارج ورأي الآيات التي استدل بها عليهم؟ مناظرته مذكورة في كتب الرواية، كتب الأثر مذكورة. خرج إليهم لما اجتمعوا يريدون قتال علي رضي الله عنه، خرج إليهم وناظرهم ورجع منهم 6,000، رجع منهم 6,000 تابوا إلى الله عز وجل، لأنهم اقتنعوا بأجوبة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، جادلهم بالكتاب والسنة.
حتى رجع منهم 6,000، والذين أصروا قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان حتى قتلهم وقضى عليهم والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، كم أسماء أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كل هذه الصفات لهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.